اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. نشرت هاندا ارتشل ليلة امس هذه الصورة خلال وجودها في مدينة كان الفرنسية، ونشرت اليوم هاندا هذه الصورة مع مديرة اعمالها عائشة وعلقت عليها كاتبة: واخيرا خرجت الشمس وانتهى العمل حتى الغد. وأيضا نشرت هاندا أرتشل اليوم العديد من الصور من إطلالتها في يومها الأول في مهرجان كان، وارتدت هاندا فستان أسود قصير، وقامت بوضع خصلات من الشعر طويلة على شعرها ليبدو أطول، وانقسم الجمهور بين معجب بإطلالتها وبين غير معجب، حيث قال البعض إنها تبدو جميلة جدا، ولكن كانوا يفضلون أن تغير من طريقة لبسها بفستان ملون وليس أسود، وكذلك بشكل جديد. ما رأيكم بإطلالتها؟ هل أعجبتكم؟